بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حينما أخواني أخواتي نتحدث عن أهل البيت عليهم السلام الذين جعل الله مودتهم أجر رسالة وفرض في الصلاة الصلاة عليهم على كل مسلم ومسلمة، يقولون لك الصحابة الصحابة الصحابة. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، سأقرأ لكم الآن عينة ما قاله رسول الله عن الصحابة في صحيح البخاري، حديث البخاري حديث 3349. يقول النبي: وإن أناسا من أصحابي، لا يقال أنهم منافقين ولا أدري، أناس من أصحابي. النبي يقول يا أخي، النبي يسميهم أصحابه. إن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، يعني يطردون عن رسول الله، فأقول يا رب، فأقول أصحابي، فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي البخاري حديث 6576 قال صلى الله عليه وآله: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ليختلجن دوني، يعني يبعدون عني، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن الصحابة بعضهم أحدث بعضهم ارتد بعد. البخاري حديث 6582 قال صلى الله عليه وآله: ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى عرفتهم، اختلجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأكبر حدث أحدثوه بعد رسول الله هو تركهم ولاية علي بن أبي طالب وأبنائه المعصومين. البخاري حديث 6585 قال صلى الله عليه وآله: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلون عن الحوض، يبعدون يطردون، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. أكتفي بهذه العينة أخواني عن الصحابة، أصحابي مرتدين، ارتدوا على أدبارهم القهقرة، أحدثوا، يختلجن دوني، يبعدون عن الحوض. هذه عينة حتى لا أطيل، وأذكر لكم عينة من الخلفاء الأمويين الذين يترضون عليهم والذين جعلوهم من الأئمة الاثنى عشر، من الخلفاء الاثنى عشر. النبي صلى الله عليه وآله في البخاري ومسلم يقول النبي سيكون بعد 12 خليفة، فأنا أذكر لكم عينة من هؤلاء، غير طبعا أمير المؤمن عليه السلام، أذكر لكم عينة من هؤلاء. اسمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن الحكام، نعم، ولد سنة 90 للهجرة. تصور ماذا فعل هذا الوالي، هذا الخليفة الذي ابن تيمية يضعه بين الخلفاء الاثنى عشر. راود أخاه لأبيه وأمه عن عرضه، راود أخاه عن عرضه، عهد له أبوه بالعهد من بعد هشام بن عبد الملك، فلما مات هشام سلمت له الخلافة، قتله أخوه ونصب رأسه على رمح بعد الجمعة، فنظر إليه أخوه سليمان فقال بعدا له، بعدا له، هذا أحد خلفاء بني أمية، فقال بعدا له كان شروبا للخمر، شروبا للخمر. خلفاء 12، هؤلاء الخلفاء 12 شروبا للخمر ماجنا، لقد راودني على نفسي، لقد راودني على نفسي. المصدر
سير أعلام النبلاء للذهبي، الطبقة الثالثة، الجزء الخامس، صفحة 371. طبعا الذهبي تعرفون من هو الذهبي، لاحظت؟ خليفة ويراود أخاه عن نفسه. حديث البخاري 7053 عن ابن عباس عند أبي قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. حديث ثاني البخاري حديث 7054 عن ابن عباس عن النبي قال: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. أخي هل يقبل عقلك بأن النبي صلى الله عليه وآله يأمر المسلمين بأن يكونوا هؤلاء خلفاء لهم، وأن من يفارقهم يموت ميتة جاهلية؟ نعم الأئمة عليهم السلام، يعني تصور وضعوا قبالة أئمة أهل البيت هؤلاء الأشخاص، يا أخي وضعوا قبالة علي وأبناء علي هؤلاء الأشخاص. نعم النبي كان يقول: من مات وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية، يعني إمام حق، إمام معين من الله تعالى، إمام معصوم، إمام معين من الله تعالى، علمه يقين، يهدي بأمر الله، عنده صبر كصبر أولي العزم من الرسل. لأن الإمام يجب أن تتوافر فيه شروط عديدة، منها العصمة، منها النص، منها الأفضلية، منها العلم الخاص، منها أن يكون علمه يقين، أن يكون عنده صبر كصبر أولي العزم من الرسل. الإمام له وظائف: أن يكون مرجعية دينية للناس، أن يكون له ولاية تكوينية، أن يكون قدوة وأسوة تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر، يشهد على أعمال الخلائق. أما أولئك الأشخاص الذين أتوا بهم خلفاء بني أمية يراود أخاه عن نفسه، على كل حال بارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.